السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الغالي. ان شاء الله النهارده معانا فيديو جديد، فيديو ممتع بامر الله. طبعا يا جماعه اللي ما يعرفناش، عمرو ابو زياد المحله الكبرى، يسعدني اشتراكك. لو انت اول مره تشوفنا ده شرف ليا ان انت تشترك معايا. تعالوا بينا نشوف الجديد ونشوف عملنا ايه. طبعا يا جماعه احنا اشترينا داير كويس مستعمل، حطيناه في المكان ده. كنا قلنا ان احنا هنعمل داير، شفنا اقرب مكان ليه اللي احنا نحطه فيه. طبعا الداير لسه في حاجات هتتظبط، حاجات هتتدهن، حاجات ديت بتتساوي. تمام، جبنا الداير وحطيناه هنا عشان هنعمله سلك اهو. ده 4×5 ان شاء الله. ده الباب بتاعه يا جماعه، كله لسه بيتظبط، كله تحت الانشاء، بنعملها واحده واحده، حاجه حاجه، مش مستعجلين، احنا بنعمل براحتنا مش مستعجلين. ده الدائرة اللي احنا هنعمله سلاكه للوزار بعيد عن اي شيء حسب ما نخطط. يعني الدائرة الثاني بتاعنا فوق اهوت، تمام، هنحط هنا باذن الله السلاكه دي، هيبقى فيها وزار بيت اخويا وحبيبي احمد بكر. اه يا جماعه ده هيبقى داير خاص بنفسه، ملوش دعوة بحد، حمامتين محترمين هيترصوا فيه، حاجة كلها لسه تحت الإنشاء. أنا بوريكم واحدة واحدة اللي احنا بنعمل شغل جديد، بنجيبها واحدة واحدة مش مستعجلين. احنا بنقول يا جماعة اهوت مش مستعجلين، اللي بيعوز يعمل حاجة بيعملها بتأني مش باستعجال. طبعا الداير كله هيتظبط، هيتدهن، هيتروق. شوف انا بوريك الداير قبل اي حاجه خالص اهو، ما الا وقفنا الجناب وحطيناها. طبعا يا جماعه معانا صناعيه اقل الناس للناس، معانا ناس محترمه بتراعي ربنا في شغلها. ان شاء الله موجود متاليت، هصور لكم عروق، هصور لكم دواير، اي ما يخص غيه الحمام هصورها لك من الالف للياء. بالنسبه لغيه الحمام اي حاجه هصورها لك من الالف للياء. منزلين امبارح داير 4×5 ب 6000 جنيه بالعرق بتاعه، اللهم صل على النبي، بالطبق بتاع العرق. تمام، ده داير بتاعنا هو برضه، احنا جبناه عشان نظبطه وعشان نروق عليه اللي احنا يتحط في جنب، نحط فيه حمامتين كويسين نغواهم لمزاجنا. الجنب هيبقى متاليت، الجنب هيبقى متاليت، الجنب هيبقى متاليت، هنغوى فيه براحتنا اللي احنا عايزينه. بالنسبه للوزاره الحضان عندنا فوق، زي ما قلنا الحضان هيبقى عندنا فوق زي ما هو، مش هيتنقل، الحضان هيبقى فوق زي ما هو. يا جماعه الغيه دي هتبقى ملهاش دعوه بحاجه، خاصه بنفسها، خاصه بنفسها، ملهاش علاقه باي حاجه خالص. ها يا جماعه الغيه دي خاصه بنفسها. ان شاء الله هنعمل كل جديد، هنوريكم لحظه بلحظه احنا بنعمل ايه، بنشتغل ازاي، بنقفل ايه بعد الدهان، قبل الدهان، كل حاجة على الطبيعة اهيت اهو. داير اهو يا جماعة، كله بنظبطه واحدة واحدة ان شاء الله. ان شاء الله مستمرين اللي احنا نعرض شغل اول باول، بنحاول على قد ما نقدر اللي احنا نظبط الدنيا، بنجيبها لكم واحدة واحدة من تحت السلم. يعني قلت لكم هنعمل في المكان ده الداير، الحمد لله نزل الداير اتحط في المكان اللي احنا عايزينه. كنا عايزينه في مكان تاني، طلع المكان التاني مش هيبقى مناسب معاه. ليه مش مناسب معاه؟ عشان الحوض، الحوض قفل على مكان الداير، معرفناش نحط الداير هنا بسبب الحوض. الحوض دوت يا جماعه اما جينا نحط الداير في المكان دوت قفل الدنيا خالص بتاع السطح. طبعا قمنا جايين متاخرينه وجايبينه في مكان تاني اللي يبقى لوحده ملوش علاقه باي حاجه. كده كده اهوت بنجيبه لكم لحظة بلحظة، وزي ما قلت لكم عايز داير، عايز فرشة، عايز عروق، عايز قلبات سلالي، عايز أي حاجة بأمر الله متاحة. وهنجيب لكم فيديوهات كتير جدا 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 اللي احنا بنعمله لنفسنا، ملناش علاقة بحد. الشغل ده بتاعنا يا جماعة، الشغل ده لينا لمزاجنا، هنحط فيه حمامتين محترمين. أخويا أحمد بكر هيحط حمام لمزاجه يغوى هنا واحدة واحدة. احنا بنأسس بالراحة ومش مستعجلين، احنا يا جماعة بنأسس بالراحة ومش مستعجلين. كل حاجة بنعملها بنوفيكوا بيها، بنفرجكوا على الجديد، اشترينا ايه، جبنا ايه، عندنا ايه، عملنا ايه،
والله واحدة واحدة إن شاء الله القناة بتكبر بيكم بدعمكم، كل حاجة هنعملها هنوافقوا بيها. طبعا أي حد معانا على القناة عايز أي حاجة إحنا تحت أمره، وإحنا أقل الناس، إحنا بنقول يا جماعة إحنا أقل الناس الحمد لله والشكر لله. بسم الله ما شاء الله، انتظروا كل جديد من غيت أخويا أحمد بكر، إن شاء الله هنوافيكم بكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.